مدينة تالودانت اليوم كتشهد انطلاق فعالية المهرجان الدولي الأول للفنون الشعبية في نسخته الأولى، واللي كتجي هذه السنة هذه تحت شعار الفن الشعبي من أجل تقارب الشعوب. الهدف من إقامة هذا المهرجان هذه السنة هذه هو الاحتفال بالفن الشعبي، بالثقافة الشعبية المغربية عامة، وبالثقافة الشعبية الرودانية خاصة، واللي الهدف منه هو أننا نقربوا بين الشعوب على الصعيد المغربي. هذه السنة هذه كتشهد مشاركة مجموعات محلية ومجموعات وطنية وأيضا مجموعات شعبية دولية، واللي الهدف ديالها هو إغناء المشهد الثقافي والإغناء المشهد الشعبي بمدينة تالودانت خاصة والمملكة المغربية على وجه العموم. نحن في فعالية مهرجان الدولي للفنون الشعبية. هذا المهرجان ينطلق الجامعة تالودانت مجموعة من الشركاء، منهم جهة سوس مسا، كذلك مجلس إقليمي عمل تالودانت، مجموعة ديال الفاعلين الاقتصاديين المحليين والجهويين. الحمد لله هذه الدورة عرفت مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين كتقرر دانية، كذلك ميزان نورة، وكذلك فنانين على مستوى الدولي مجموعة من الدول. هذه الدورة الحمد لله عرفت واحد تنظيم جيد، تنظيم متميز، كذلك حج لي مجموعة ديال الجمهور الروداني والجمهور الإقليمي والجمهور الجهة. كذلك كان هذا المهرجان، تنتمنوا من هذا المهرجان إن شاء الله يكون كبداية ديالو كدورته الأولى يكون متميز، ونعود دورات أخرى، لأن مثل هذه التظاهرات تتبين لنا الموروث الثقافي الروداني أو الموروث الثقافي على مستوى الإقليم اللي بينا نبينوه وكذلك ونسقلوه ويعطي واحد تميز لهذا الإقليم. وكذلك رأى مثل التظاهرات تنعيش المجال الاقتصادي أو القطاع الاقتصادي وكذلك القطاع السياحي. إذا نتمنى من الله تعالى أن هذه الدورات تميز ونزيدوا دورات أخرى حتى المهرجان يأخذ المكانة ديالو على مستوى الجهة ولا كذلك على مستوى الوطن. نحن جد فرحانين بهذه المشاركة في هذا المهرجان الدولي للفنون الشعبية. إن شاء الله تنتمنوا له الاستمرارية، وتنتمنوا إن شاء الله يبقى العام العام، وتنتمنوا للناس اللي كانوا سبب لهذا المهرجان التوفيق والله يجازيهم بخير، اللي كانت الالتفاتة لهذه المدينة هذه اللي هي أم الفنون. تالودانت هي أم الفنون الشعبية في المغرب، اللي تحتوي على العديد من الفروق الفولكلورية اللي لا تعد ولا تحصى. والحمد لله احنا فرحانين بهذا الشيء، وتنتمنوا التوفيق للجميع والله يجازيهم بخير والله ينصر سيدنا. نشكر بعدا المسؤولين المنطقه اللي كانوا السبب المايا، ينصر باك اللي بناخ، ينصر ربي اللي كاينين مشكلات عماش نتاويين، قياده نشاكوي، جماعة تساكوي، قيادة تساكوي، دائرة التلوين، عمالة قيم تلوين. نشكر لكنا نتمارس أحواش يجازرنا قادما. هذا نتمارس ذات كيجي الجو ياش كيجي الجو. دائما نكون دانا خلف رقاء الشباب الماخفة من. دانا خلف ما يعني دانا خطوات تخزيني. اللبسة. ونشي جو من ولتد. شو كنت المهرجان تشارك يا تشارك يا ما ردرت في المهرجان بالضبط اللي تشارك كان توصل من تردان. المهرجان اسيدي تردان تشوى. نبني شوى بخير وعلى خير، نكا المهرجان نتفراوت، نكا وين وكازير، نكا وين مراكش، نكا فرنسا، المهم من دور كلشي الحمد لله. انا حتى تشكاو راح تخاوينا نصفروا. لكاوين انا خوني فرا لكاوين الحشيمه ونجي ندور تشكل المهرجان المهرجان دوار جاجاس المهمه اغلبيه المهرجان نكت. احنا طول عمرنا بنحب يعني علاقتنا قويه ببعض جدا، يعني احنا دايما بنعتبر ان المغرب بلدنا الثاني. الشعب المغرب قريب قوي من صفاته للشعب المصري، فيكم الطيبه والود والكرم والحب، فعشان كده احنا لما جينا هنا ما حسناش ان البلد غريبه علينا، اهلها هم اهلنا وحياتنا واحده، لدرجه كان احيانا يفتكرونا ان احنا مغاربه يعني، واحنا كنا بنفتكر من المغاربه ان في مصريين يعني. بس فطبعا انا بشكركم، بشكر حسن الضيافه، ويا رب يكون المهرجان طبعا بكل جنسياته ويكون عجب كل اهل المغرب.